هل فعلا تلصصت شركة فيسبوك على بيانات مستخدمي واتساب؟ يعني لو بنتكلم في المطلق، اهلا بحضرتك الاول. لو بنتكلم في المطلق انها ما بتقومش بعملية التلصص بشكل فردي، اوكي، هي بتقوم بعملية جمع ورصد المعلومات وتحويلها او ارسالها من الطرفين، الطرف المرسل والمستقبل. الواقعة الجديدة او الاخبار او التسريبات او المعلومات الجديدة بتتكلم على ان في مجموعة من البشر حوالي 1000 هيكونوا موجودين في بعض العواصم في امريكا وفي ايرلندا وفي سنغافورة، وهيقوموا بعملية مراقبة يدوية بناء على عملية تبليغ. فلازم نبقى فاهمين الميكانيزم الجديد هتشتغل ازاي. لو في ابلاغ عن صورة او فيديو او محتوى او واقعة او شك، هيتم الابلاغ، هيتدخل عنصر بشري بالتحقق من المعلومات دي كلها ومراجعتها، وعلى حسب ما انا فهمت من المعلومات اللي نشرت في صحف امريكا واوروبا في الكام يوم اللي فاتوا، فاحنا بنتكلم على حد اقصى 5 ايام يقدروا يبصوا عليها، او 5 رسائل يقدروا يبصوا عليها سابقة. ده ما يخوفش قوي، بس في نفس الوقت فكرة القدرة على الدخول للمحتوى دي والقدرة على المراقبة والقدرة على لعب دور الشرطي الانترنت بدون مسوق قانوني، بدون مسوق اخلاقي، بدون رقابة، بدون طرف تاني يقدر يبص ويشوف ويراقب الاجراءات دي سلامتها، طيب، بدون طرف يمثل الحكومة والجهاز طيب التنظيمية، الموضوع لا معقد بشكل نعم كبير. نعم، هل هذا يعني بأن الشخص الذي لن يتم الابلاغ عنه من احد المستخدمين الاخرين او الجهات سواء كانت حكومية او غيرها لن يتم اختراق خصوصيته هنا؟ يعني الاختراق، او يعني بلاش نستخدم لفظ اختراق الخصوصيه، ازاله الساتر من الخصوصيه او توقيف او ايقاف خاصيه التشفير من وسيط لوسيط، اند تو اند، وسيط لوسيط، المرسل المستقبل. ايقاف الخاصيه دي هيكون مربوط وفقا للي موجود دلوقتي بابلاغ، بعمليه ابلاغ. ابلاغ ده على فكره ممكن يكون من شخص عادي، يوزر عادي، بس هل بقى هيتم الابلاغ من شخص ولا مجموعه اشخاص عشان تبدا الاليه تشتغل؟ والاليه دي قبل ما نكون ندخل على اليه بشريه، في اليه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي، هو بيراقب معين، ارسال معين، محتويات معينه. المحتوى نفسه يعني لو في صوره تم ارسالها فيسبوك واتساب وفيسبوك واي اداه بتبقى عندها بيانات ان الصوره دي ارسلت من كام لكام، التوقيت بتاعها، الشخص نفسه، التوقيت، وزن الرساله دي او طيب، حجمها، حجم البيانات بتاعتها، فهو عنده الداتا دي كلها. لكن المضمون بتاعه الرساله ما يقدرش، احنا بنتكلم على مليارات من المحتويات والرسائل التي ترسل بشكل يومي. ولكن استاذ خالد، نعم، سواء يومي، هناك من قال بان هناك هدفا اكبر من ذلك، وهو التعامل مع كافه مستخدمي واتساب بهدف الحصول على بيانات ومعلومات، الهدف منها هو تجاري بحت، وتقديم هذه البيانات لأسواق الإعلانات والمعلنين. طيب هنا في نقطتين. اول حاجه، لو تتذكر ان واتساب كانت داخله في، او فيسبوك كان داخل في مشاكل كتيره جدا وحملات مقاطعه لما تم الاعلان عن اعلانات على الواتساب ومحتويات تجاريه على الحسابات، وتم ايقاف هذه الحمله. لكن من البدايه كان في مخطط ان واتساب يكسب. حاليا واتساب لا يدخل، ما فيش ربح من واتساب بالنسبه لفيسبوك. فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يطور مجموعة من الأدوات، يعمل بيزنس أكاونت، يبيع داتا، لكن إلى الآن آلية الإعلانات على الواتساب ما بتشتغلش. فأنا بقول لك هو ده تفسيره، ده اللي بيقوله. طبعًا هو لما حصل الاستحواذ على واتساب من 6 7 سنين تم الإقرار وتم طمأنة الناس إن مش هيكون في إعلانات، ومش هيكون في إعلانات مزعجة. وبدأت بعض الاقتراحات تطلع. المؤسسي واتساب كان اقترحوا فكرة الاشتراك ودفع مقابل، لكن فيسبوك المنظومة بتاعتها ما بتؤمنش بالقصة بتاعت الاشتراكات او الدفع،
فبنفس الوقت هو بيحاول يوجد ربح. فكرة استغلال الداتا ومزارع البيانات واستغلال بيانات الناس، ده ما ده بيحصل على فكرة، موجود على الفيسبوك، موجود على جوجل، موجود على تويتر، موجود على كل المنصات. وهو امر يعني انا مش عايز اقول هو امر مزعج، لكن امر لازم نبقى فاهمينه. طالما بنستخدم ادوات مجانيه فالصانع هذه الادوات من حقه يكسب، لكن هي المشكله كلها في ايه بقى؟ مش في مكسبه، هو المشكله كلها في الرقابه على اليات المكسب دي.